السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامجكم صحبة وأنا معه. خلوني في البداية قبل ما أتكلم على البرنامج وأتكلم عن ضيفنا وعن حلقتنا وموضوع حلقتنا النهاردة، في موضوعين ثلاثة كده حابب إن أنا أتكلم فيه. أول حاجة أتقدم بخالص العزاء لزميلي وصديقي مراسل التلفزيون المصري سابقا خميس أبو العافية، اللي هو توفى في أراضي فلسطين المحتلة وكان أصيب بمرض الكورونا ورحمة الله عليه. والحقيقة احنا تزامنا وايام ما كنا بننقل احداث فلسطين والانتفاضة الفلسطينية الثانية لجمهور الشاشة العربية والشاشة المصرية. دي حاجة. الحاجة الثانية اللي انا حابب ان انا اتكلم فيها هو الكورونا. الحقيقة يعني احنا مرض الكورونا ده اللي جه على غفلة وبقى له دلوقتي داخل معانا هيخش علينا على سنة، والعالم كله فيه إصابات كبيرة جدا. مفيش دولة في العالم ما خلتش من مرض الكورونا، ويمكن شايفين ان الولايات المتحدة الأمريكية يمكن سقوط ترامب كان سببه كان كورونا، لان والإصابات نسبة الإصابات كانت عالية جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، يليها البرازيل ثم الهند ثم إيطاليا اللي هي كانت أول ناس يعني كان فيها حاجات كتيرة جدا، إصابات كتيرة جدا. لكن الحمد لله بيقولوا دلوقتي في اللقاح الجديد اللي هو المفروض ان هو هينزل هياخد موافقة إدارة الغذاء والتغذية والأوبئة في أمريكا، شركتين هينزلوهم، ويا رب ان يكون هذا اللقاح رغم ان هو بيقال نسبه 95% نسبه نجاح فيه، لكن المهم ان اللقاح ده يكون يوقف الهوجه الكبيره جدا من عمليه المرض. لكن عاوز اقول حاجه مهمه جدا، دي الكمامه يا جماعه، لازم نلبس الكمامه. الكمامه دي يعني هيقول لك في ناس مش مهتميه بلبس الكمامه، لا، الكمامه دي مهمه جدا، على الاقل بتحاول ان هي تحميك. والتباعد الاجتماعي لازم يكون في تباعد، في حاجات كتيره جدا لازم يكون فيها. فعشان كده احنا بنناشد كل المواطنين ان لابد ان احنا نلبس الكمامه، سواء في الاوتوبيس، سواء في الشارع، سواء في عند البقال، سواء في كذا، والتباعد الاجتماعي ده مهم جدا. فعشان كده احنا حابين ان احنا يعني واحنا في بدايه حلقتنا، وانتم فاكرين لما كنا بنعمل حلقات وكنا بنتكلم فيها عن اهميه الكمامه. فارجوكم حافظوا على صحتكم، خافوا على ابنائكم، خافوا على وطنكم، والبسوا الكمامه. طيب، المفروض حلقه النهارده هي حلقه بامتياز حلقه رياضيه، حلقه رياضيه بتتكلم فيها، مش بنتكلم فيها عن الاهلي والزمالك او 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 لا، احنا بنتكلم فيها عن الرياضة. الرياضة مهمة جدا في حياتنا. الرياضة تستطيع بها ان تقتل بها الكورونا، تستطيع بها ان تقتل بها السكر، تستطيع ان تقتل بها امراض كثيرة جدا. فعشان كده الفتنس مهم جدا ان انت يعني تعمله في البيت، تعمله في المدرسة. الصينيين بيعملوا وهم في عملهم في العمل، مهم جدا الفتنس ده اللي انت تعمله. طيب، عشان كده اللقاء ده كان مفروض يعني يتعمل كان من حوالي 3 أسابيع، لا تتأجل لأسباب كثيرة جدا إلى أن احنا استطعنا أن احنا نعمل اللقاء ده النهاردة. النهاردة بنتكلم عن الرياضة والصحة، بنتكلم عن إزاي أن نستطيع عن طريق الرياضة والتدريبات والأغذية وحاجات كثيرة جدا هنتكلم فيها مع ضيفنا النهاردة. فمهم ان انتوا تتابعونا، مهم على الشاشه اللي هتطلع المخرج محمد عبد المجيد هيحط لنا الارقام التليفونات مع رئيس تحرير الحلقه الاستاذ تامر عبد المجيد، عشان نستطيع ان انتوا اي سؤال تستطيعوا ان تسالوا لضيفنا هنقدر ان احنا يجاوب عليه. ضيفنا وضيفي النهارده على الهواء الكابتن المدرب الاستاذ محمد حسني حشيش، رئيس مجلس اداره اكاديميه فيتنس هاوس. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا استاذ. اهلا بيك، نورتني. واللقاء كان المفروض يتعمل من فتره بس احنا اتاخرنا، ويمكن لظروفك ولظروف يعني هي اللي خلتنا فيه. طيب، خليني انا يمكن موضوع الحلقه اللي انا بتكلم عليه واللي الساده المشاهدين المفروض ان هم يتصلوا بينا على الارقام اللي هتطلع على الشاشه اللي هي الرياضه. انا قلت ان الرياضه تستطيع بالرياضه ان انت تلعبها
في بيتك، تلعبها في شغلك، تلعبها في الشارع، حتى حركتك وانت ماشي، حتى ممكن ان انت تكون ايه رياضه. هل انا بتكلم مظبوط ولا كلامي يمكن فيه نسبه لا من مظبوط الغلط؟ جدا. وهو الرياضه احنا لازم ما نخليهاش من هي لازم تبقى من اولويات اي حاجه في حياتنا. الرياضه زي ما احنا بندور على التعليم، زي ما بندور على صحتنا، زي ما بندور على التزاماتنا الاساسيه، فالرياضه لازم تبقى رقم واحد. الرياضه هتحمينا، هتحمينا ان احنا بدل ما نشتري ادويه وندور على العلاج، لا ندور على الرياضه الاول. الرياضه تبقى هي البدايه، تبقى البدايه لاي حاجه. النهارده الرياضه جميع الامراض، جميع الامراض المزمنه، السمنه، الضغط، السكر، انا لو بمارس رياضه هقي نفسي من كل المشاكل دي، هتبقى بدايه ليا. فالرياضه النهارده لازم كل بيت النهارده يحطها في اولوياته لاولاده. النهارده زي ما انت بتركز مع اولادك ان هم يروحوا درس، ان هم يتعلموا، لازم الرياضه نمره واحد. بعد الرياضه تيجي اي حاجه تاني. النهارده بالنسبه لفيروس كورونا، النهارده الرياضيين او اي حد بيمارس رياضه نسبه المناعه عنده بتبقى افضل. الدوره الدمويه شغاله، بيقدر يحارب المرض في بدايته، لان المرض بيبتدي في الجهاز التنفسي، بيخش على الرئه. النهارده لو انت نفسك شغال، لو انت بتتحرك، لو انت بتمارس رياضه يوميا، النهارده الرياضه لازم من 4 لـ5 ايام في الاسبوع. مش قادر اروح جيم، مش قادر اروح نادي، ما عنديش وقت، اقدر اعمل ده في البيت، اقدر اوفر ساعه كل يوم. في ناس كتير بتختلق الاعذار والحجج ان هو ما عندوش وقت، ان هو مش قادر يعمل رياضه، ان هو ظروف شغله مش سامحه، حاجات كتير الناس بتتكلم فيها. لكن لما اجي اتكلم على الرياضه، لا اقدر اوفر ساعه، زي ما بوفر ساعه اقعد على القهوه، زي ما بوفر ساعه بقعد مع واحد صاحبي، زي ما بوفر ساعه بتكلم في التليفون، اقدر اوفر ساعه في اليوم اعمل فيها رياضه. مش هتبقى ازمه بالنسبه لي ان انا اعمل الموضوع ده. بس ازاي اقدر اقسم ده؟ وازاي اقدر ابتدي اعمل ده؟ طب ازاي اقدر اقسم ده وازاي ابدا اعمل ده؟ يعني انا النهارده يعني حياتي اولا، يعني الناس كلها يمكن الظروف الحياتيه للناس والعمليه في الناس ما بتسمحش ان هو لا وقت للرياضه. فعلا ده اللي الناس بتقوله. لكن انت النهارده هنقول ان انت بتشتغل اقصى حد بيشتغل من 8 ساعات ل 12 ساعه. فعنده 12 ساعه تانيين بينام فيهم 8 ساعات، بيقعد مع ولاده 3 ساعات، مش قادر يروح جيم، ممكن يعمل الساعه دي رياضه في البيت هو واسرته. ممكن، بس عشان يقدر يعملها لازم يثبت ساعه، يبتدي ان هو يثبت تايم معين، يبتدي ان هو يتمرن فيه. يعني هاجي اقول هتمرن النهارده من الساعه 6 للساعه 7، هو ده الوقت اللي هبقى فاضي فيه بعد ما ارجع من شغلي واتغدى واسيب ساعه مثلا، هقدر ان انا اتمرن في الوقت ده. يبقى انا لازم كل يوم، مش عشان انا قاعد في البيت اقول اخليها، لا انا اخترت الساعه 6، اجي تاني يوم اقول لها خليها الساعه 7 هكسل، خلاص يبقى انا من 6 ل 7 بتمرن في البيت، بتمرن باي امكانيات متاحه، اقدر اتمرن بوزن جسمي، اقدر اتمرن بكل بساطه. يعني الموضوع ان انا اقدر اثبت ساعه الاول واحددها، هقدر ابتدي ان انا اعمل الموضوع ده. وبعد ما اظبط الساعه دي، ان انا هتمرن الساعه من 6 ل 7 كل يوم، مراتي معايا، ولادي معايا، كلنا نبتدي نتحرك، الدوره الدمويه اشتغلت، اقدر بعديها ان انا اظبط اكلي بناء للرياضه. التغذيه والرياضه مرتبطين ببعض. انا لو بعمل رياضه ما باكلش كويس، انا كده ما بعملش حاجه. كل الاثنين نفس الخط، نفس اللاين، ماشيين جنب بعض. باكل بتمرن، باكل بتمرن، وعلى حسب التارجت بتاعي، سواء عايز اخس، عايز ازيد، عايز اعمل كتله عضليه، عايز احسن اداء عضله القلب عندي، عايز اي حاجه عايز اعملها بربطها بالتغذيه. بناء على الرياضه اللي بعملها بختار معاها برنامج التغذيه اللي انا بمشي عليه. فانا اقدر مبدئيا ان انا اقدر اقسم يومي. انا مثلا برجع من الشغل الساعه 4، هيتغدى، خلاص سبت ساعتين، قعدت مع ولادي شويه، نبتدي كلنا نتمرن مع بعض ساعه، اشغل مزيكا في البيت وولادي معايا، منها ولادك قعدت معاهم ساعه واتمرنتوا، بقى في جو كويس في البيت. وفي نفس الوقت الرياضه هي مش لجسمك بس، هي لمزاجك. العامل النفسي للرياضه اقوى بكتير جدا من اي حاجه. النهارده لو انت عندك مشكله وعايز تحلها، انزل العب رياضه، انزل اجري، انزل اتمشى، تقدر تعمل اي حاجه في التوقيت ده. هتلاقي بدل ما انت بتفكر بطريقه سلبيه، التفكير هينعكس تماما، يتحول لطريقه ايجابيه. طب على ذكر حضرتك بتتكلم، قلت العامل النفسي. العامل النفسي يعني ازاي العامل النفسي يعني هل انا لو نفسيتي وحشه اروح العب رياضه مثلا؟ بالظبط، هتطلع كل الطاقه السلبيه. كل الطاقه السلبيه هتخرج. ولو انت بتفكر في جزئيه سلبيه، هتلاقي نفسك نقلت نقله ثانيه بتفكر في جزئيه ايجابيه. بعد ما مجرد ما بتخلص التمرين، هتخلص تمرين من هنا، هتلاقي مشكلتك ما بتفكرش فيها، بتفكر ازاي تحلها. فالرياضه العامل النفسي فيه ليها قوي جدا. معظم الناس اللي بيجي لها اكتئاب، اللي بيجي لها مشاكل نفسيه، ما بتلعبش رياضه،
لو بيلعب رياضه عمره ما هيفكر بطريقه سلبيه ولا يحط نفسه في اطار صغير، هتلاقي نفس الاطار بقى كبير، هيقدر يفكر بشكل افضل. طب بالنسبه لست البيت، يعني انت بتقول بتدعو ان هو لا، طب ست البيت يعني اللي هي قاعده ست في البيت، هل ان هي لما بتقوم بتوضيب البيت والمسح والكنس والتنفيض ده مش ده ان يعتبر رياضه؟ ولا لازم بقى الرياضه ان هي تجري وتعمل والكلام رياضة ده؟ بس لازم هي تتعلم ان هي تتحرك صح، بدل ما توطي ازاي تتعلم ازاي تقعد وهي بتشيل الحاجه، بدل ما تعمل مجهود يضرها تعمل مجهود يفيدها. فهي لو عملت رياضه حتى لو 10 دقائق او ربع ساعه تتعلم الحركات الصح، هتقدر من خلالها وهي بتعمل شغل البيت تكون رياضه. لكن لو هي بتتحرك غلط، بدل ما يبقى لها تاثير ايجابي هيبقى لها تاثير سلبي على صحتها. فلازم تعرف ازاي الاول حركات الرياضه، ازاي تعرف تتحرك صح. ابسط حاجه لو مش قادر تعمل رياضه، انزل اتمشى نص ساعه، تقدر تحسب عدد الخطوات اللي انت بتمشيها خلال اليوم. الرياضه ممكن تعملها ببساطه، يعني مش محتاجه حاجه معينه، مش محتاجه اروح جيم، مش محتاجه اروح نادي، مش محتاجه اي حاجه غير ان انا افكر ان انا اعمل رياضه واختار تايم، هو ده التايم اللي انا هبتدي اشتغل فيه. طيب خلينا نتكلم عن التغذيه، يعني النهارده انا بتكلم عن التغذيه والرياضه، يعني ايه يعني عشان انا النهارده هل مطلوب ان انا مثلا اكل وجبه كامله علشان احرق اللي انا اكلته ده وعلشان الدوره الدمويه تبدا من جديد، ولا ايه بالنسبه للتغذيه؟ طبعا في عادات سيئه جدا كلنا ماشيين بيها، في ناس كتير. طب اسمح لي كابتن بس قبل ما في ناخد اتصال رمضان، اتفضل رمضان. مساء الخير. مساء النور يا فندم. ازيك كابتن حسني، منور الشاشه. اهلا وسهلا. معاك رمضان مصطفى يا كابتن حسني. ازيك يا استاذ رمضان؟ انا كنت تابعت مع كابتن حسني ونزلت في الواد، تابعت معاه تغذيه وتابعت معاه رياضه، وبفضل ربنا ثم فضل كابتن حسني يعني نزلت 42 كيلو. 42 كيلو في قد ايه؟ يعني حوالي 6 شهور 8 شهور، كنا ماشيين بالراحه كده والحمد لله ربنا كرمنا بالرياضه والتغذيه. بس 42 كيلو، خليني اسال سؤال، يعني 42 كيلو هل انت يعني تابعت بقى مع دكاتره اخرين علشان 42 كيلو ده؟ يعني انت كان وزنك كام اصلا يعني؟ كان وزني 130. 130 تندر، يبقى وصلت من 100 تفي، يبقى دخلت داخل على 95 بقى. لا لا 88 كيلو. 88 كيلو يعني. لا هل ده ما خفتش ان انت ممكن ياثر على القلب، ياثر على الحاجات دي كلها؟ لا 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 خالص كابتن حسني، الصراحه مشي معايا واحد واحد، ده تغذيه سليمه، رياضه باستمرار، والحمد لله عملنا حاجه كده اسمها هدم الاول وبعدين عملنا بناء، يعني عملنا جيم وعضلات والحمد لله الصحه افضل والشكل افضل. حضرتك عمرك كم سنه؟ انا عندي 45 سنه. 45 ان شاء الله ربنا يديلك طول العمر. طيب تحب تقول ايه لكابتن حسني يعني، او ايه؟ لا أنا بشكره والله الراجل، اللي أنا عاوز أقول لحضرتك إن بداية الموضوع أصلاً إن أولادي بيتمرنوا معاه فيتنس. فيعني كنت خلاص وصلت لمرحلة إن أنا هعمل عملية بتاعت تكميم المعدة، فابني راح اشتكى لي. حصل. شايف عليا. قال لي اقنع بابا ما يعملش العملية. فلقيت بقى كابتن حسني رايح أودي له التمرين، بيقول لي تعالى يا كابتن نقعد مع بعض شوية، وإيه رأيك اللي أنت عاوزه وهفضل منه بكتير. نعمله ونعمل شيب وكده هيبقى افضل من العمليه بكتير يعني، ولا اخطر ولا حاجه. ماشي. بصراحه ما كنتش مصدق، ففي الاول قالت طب نبدا ننزل واحده واحده لغايه لما نوصل ل 110 وبعد كده ننزل ل 90، قلت لها 110 حلوه قوي يعني، لو قدرنا نوصل لها كده احنا عملنا انجاز. لقيت نفسك وصلت ل 88. وصلنا لل 88 الحمد لله، وبفضل كابتن حسني، فضل ربنا كله. وبصراحه الراجل تابعنا وما ارهقنيش خالص بصراحه. ماشي، على كل شكر اخ رمضان على الاتصال. بس حضرتك ما بتجيش بقالك فتره، زعلانين منك. شكره ويعني بقول له منور والله، منور الشباب. شكرا. طيب هو قال جمله خطيره جدا يا كابتن، يعني هو بيقول لك كان وزنه كذا ووصل ل 88. ده هنا بقى السؤال اللي بيطرح ده، ما هل لازم اللي ينزل ده مش يتابع مع دكتور مثلا، يعني دكتور القلب، دكتور السكر، اللي ممكن يكون عنده ضغط، يكون عنده ده، والتاثير ده ممكن ياثر عليه في يعني. فعلا ده كلام مظبوط. ما انا طبعا قبل ما ابتدي معاه طلبت منه ان هو يعمل تحاليل كامله بحيث ان اطمن على صحته. وهو كان عايز يعمل عمليه، وكان ابنه اتكلم معايا وانا رافض فكره العمليات بتاع التكميم او تدبيس المعده او تحويل المسار. فقلت له احنا هنعمل نتيجه بس على مهلنا، نحاول نستمتع بالتمرين. الفكره ان انت لما تستمتع بالتمرين وتخليه لايف ستايل ليك، كده كده النتيجه جايه. غير لما انت تكون مستعجل عايز تعمل حاجه في شهر في شهرين. هو النتيجه دي برده ما كانتش في وقت قليل، احنا قعدنا 6 شهور. بس 6 شهور
حصل خلاله ان هو ما خسش بس، لا هو عامل شيء، عمل شيب كويس بقى فيه عضلات. طيب هو يهمك يعني في الست هي يعني في التخسيس ده او في الرياضه بيكون اسهل معاك ولا الرجل؟ خلينا الاجابه نسمعها بعد ما نسمع الاستاذه هدى. استاذه هدى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك لكم يعني برنامج مفيد. كنا عايزين نعرف من دكتور حسني ايه التمارين اللي ممكن نعملها في البيت؟ ايه التمرين؟ الظهر، الرجلين، ايه التمارين اللي ممكن نعملها؟ طب عاوز اسالك حاجه يا استاذه هدى، يعني حضرتك متجوزه؟ طيب يا ترى شغل البيت مش ده يعني انت بتعملي ولا انت حضرتك يعني عندك حد بيساعدك في البيت؟ يعني شغل البيت ده ما ممكن يكون تمارين رياضيه. شغل البيت يعني انا يعني انا واحده عندي 58 سنه بطبخ، بنشر، اشيل غسيل، لكن ما بقدرش ان انا اوضح عندي غضروف، ما بقدرش ان انا مثلا ولا بمسح ولا مكنسه كنت بالمكنسه يعني. فأعرف في تمارين مثلا تبقى للظهر، للدراعات برضه عندي دراعي برضه بتاعبني وكده، ففي تمرينات عايزين نعرف التمارين اللي في البيت ممكن نعملها تبقى سهله علينا ان احنا نعملها. ماشي خليكي معانا واسمعي ايه اللي هيقوله الاستاذ كابتن حسني. كابتن حسني يعني يمكن الستات اهو يمكن بتتكلم بتقول لك في احنا بنعمل في البيت، بس ده البعض بيقول لك لا مش كفايه ان هي تشتغل في البيت، تطبخ، تعمل وتشيل مراتب، تشيل تنفيذ وبتاع. تمام. هو بالنسبه لسن هي عندها 58 سنه، 58 سنه وعندها مشاكل، عندها مشاكل صحيه، بتقول ان هي عندها مشاكل غضروف. في الغضروف. فطبعا لما الحد يكون عنده مشكله معينه ما ينفعش يعمل اي تمارين، يعني ما ينفعش يجي يعمل تمرين بطني ياثر على ظهره، فلازم الاول نعرف ايه المشكله اللي بيعاني منها بالظبط. بناء على المشكله اللي بيعاني منها بنحدد له ايه التمرينات اللي يقدر يقوم بيها في البيت، لان مش كل شخص زي التاني. وفي اول فتره بتقوم بتمرينات بتعملها عن طريق الثبات وليس الحركه، لان تمرينات الحركه ممكن لو هي عندها التهاب في الغضروف او عندها تاكل الالتهاب ده يزيد او التاكل ده يزيد مع حركه غلط. ففي الاول بنبتدي ان احنا تتابع معانا، بنعمل لها بروجرام ديزاين تمشي عليه، بنعرفها ايه التمرينات اللي تقدر تعملها في البيت على حسب الحاله بتاعتها. يعني مش كل الاشخاص زي بعض، مش اللي انا اقدر اقوم بيه استاذ طارق يقدر يقوم بيه، كل واحد على حسب حالته الجسمانيه وحالته الصحيه ووزن جسمه وسنه بنقدر نحدد له ايه اللي يقدر يقوم بيه. انها مثلا لو دخلت اتفرجت على اي تمرينات ودخلت تعملها ممكن لو عندها اصابه الاصابه دي تزيد، وبدل ما تستفيد من التمرين ممكن تتضر. فهو الافضل ليها في الفتره دي ان هي تتمشى، تنزل تتمشى لحد ما هي تتابع مع دكتور او تتابع مع مدرب متخصص، تشوف نوع الاصابه اللي عندها ويقدر يحدد لها التمارين اللي تقدر تمشي عليها. ويفضل في الفتره دي تمارين حركه، تمارين ثبات وليس تمارين حركه، بحيث ان يحصل تقويه للعضلات المحيطه بالمنطقه المصابه. طيب كابتن حسني يعني خليني اسال هنا في الفيتنس اللي احنا بنتكلم عليه، هل في لما بتبقى في بتبدا ستيب باي ستيب خطوه بخطوه مع الناس ولا بتبدا بتخش على طول جامد؟ لا طبعا ده خطوه بنص خطوه كمان، بنبتدي براحتنا خالص لحد ما الشخص نفسه يبتدي يتعود، جسمه يبتدي يتعود على التمرين. وهو لو يعني استمر شهر هو اوريدي هيستمر. في ناس كتير لو في اول اسبوع او في اول اسبوعين ممكن يمشوا ما يكملوش الرياضه بسبب الالام اللي بتحصل في بدايه التمرين، لان العضلات دي ما بتتحركش بقالها فتره. يعني زي ما الواحد بيركب عجله اول مره بالظبط بتحس بوجع في دراعاتك، وجع في رجليك، بتحس بالم بالم طيب شديدة. خلينا ناخد دعاء معانا، اتفضلي يا دعاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا كابتن حسني؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ وطي التلفزيون لو سمحتي. انا مامت بروان ومؤمن. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، يعني انا بشكر كابتن حسني كتير، يعني ما شاء الله عليه تأسيس فيتنس، يعني ما شاء الله مروان ومؤمن ما شاء الله يعني عليه ابطال، هم ابطال في لعبتهم. مروان بطل الجمهورية. هم بيلعبوا كيك بوكسنج، تأهيل بقى فتنس طبعا كابتن حسني حشيش، ربنا يبارك له يا رب. احنا حابين نشكره جدا على الهوا. طيب حضرتك يعني كنت بتتدربي معاه ولا الاطفال هم اللي كانوا بيتدربوا؟ اولادي. طيب بالنسبه لاولادك يعني هل كانوا بيقولوا لك ايه؟ يعني تمارينه كويسه، بيكون هادي او كان بيتعصب عليهم ولا كده؟ عشان لا 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 الاطفال بيحبوه جدا، هو بيحب يحفز الاولاد جدا ويجيب لهم هدايا ومسابقات دايما بين الولاد وبيحبوه جدا. لا بالعكس
بيتعلقوا بيه جدا وبالتمرين وبيحبوا يروحوا التمرين. ماشي، على كل شكرا يا فندم على اتصالك وميرسي جدا. طيب احنا واحنا بنتكلم قلت لك بدينا ستيب باي ستيب، قلت لي لا انا ببدا ايه يعني ايه بالراحه خالص. بالراحه خالص. طب الاطفال، هي اتكلمت على الاطفال، الاطفال من يبداوا من امتى؟ يعني امتى يبدا الطفل يبدا الرياضه؟ الطفل يبدا الرياضه على حسب نوع الرياضه اللي هيبتديها، من سن 3 سنين 4 سنين يقدر يلعب رياضه. في ناس بترمي ولادها في الميه من سن سنتين، فالرياضه دي بدايه الحياه. فاول ما تحس ان ابنك بيمشي لعبه رياضه، وبتختلف من طفل للتاني. يعني مامه مؤمن ورمران ولادها جم، ولادها ابطال اصلا، بيتمرنوا مع الكابتن احمد فؤاد كيك بوكس، فهم جولي ابطال، انا زودت معاهم لكن هم اوريدي ابطال ما شاء الله عليهم. فبتختلف من شخص للتاني، بتختلف من طفل للتاني، بتختلف من ظروف الطفل، من قوته، من طبيعته، من العوامل الوراثيه اللي عنده. بنقدر نتعامل مع كل طفل غير التاني. في طفل بيبقى طبيعته بدين شويه، بيبقى عنده قابل للسمنه، في طفل بيبقى رفيع، كل طفل، وفي طفل بيبقى قوي، في طفل بيكون ضعيف، في بس ممكن يكون ذكي فيقدر يستوعب معاك اكتر اسهل. فبتختلف من نوعيه الطفل وطبيعه الطفل. المهم ان انت تحتوي الطفل ده بظروفه كلها، بمميزاته بعيوبه، وما تحسوش بعيوبه، تتكى دايما على الجزئيه اللي فيها المميزات عشان تزودها، هتلاقي العيوب اختفت. فاي الاطفال لازم الرياضه بالنسبه لهم اهم حاجه، لو اهتميت بالرياضه في الاطفال هيطلعوا شباب اسوياء. طيب معانا شيماء، اتفضلي يا شيماء. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اعمل مداخله كابتن حسني؟ اتفضلي يا فندم. طيب هو انا كان عندي سؤال بخصوص ابني. اتفضلي. هو عندي ابني عنده 10 سنين. هو بيتمرن كوره، بس في خلال التمرين ما بيقدرش يكمل الماتش لاخره، بينهج. يعني لو مثلا عنده تمرينه، عنده تقسيمه مثلا، بيبقى بيكمل اول ماتش وثاني ماتش بيتعب. فدي بقى حاجه صحيه ولا محتاج مثلا فيتنس، او ان انا المفروض اعمل له ايه عشان اقوي لياقته مثلا، ولا المفروض ان انا اكشف عليه؟ ماشي، هيجاوبك الكابتن حسن. كابتن حسن يعني هي بتقول ابنها بيعمل يعني بيلعب، بدل ما يلعب شوطين يلعب شوط واحد يعني. اللياقه البدنيه عنده ضعيفه شويه. هي بتعمل له حاجه اسمها انبادي، بيقيس نسبه الدهون والعضلات في الجسم، وبتعمل له بعض التحاليل. نشوف لو عنده نقص في الهيموجلوبين او عنده انيميا، بنشيك على الكلام ده كله. بناء عليها بنحدد لو عنده عضلات ضعيفه بتبتدي تقويها له، نفسه ضعيف نبتدي يزودوا له. بالاضافه ان لازم بيتابع متابعه التغذيه في السن ده، التغذيه مهمه جدا جدا عشان يقدر يكمل. التغذيه والتمرين، بتشوف العوامل اللي ناقصه عنده بتبتدي نتابعها بعد ما بتعمل انبادي، وبتعمل تبع التحاليل وبتتابع. التغذيه اهم حاجه في الفتره دي للطفل، وفي نفس الوقت تزود له اللياقه البدنيه بتاعته. لو هو بيروح تمرينه الكوره بس، لا تزود فتنس بره، ممكن يروح يومين تاني فتنس، المعدل الاحمال بتاعه تزوده شويه. وفي نفس الوقت ممكن ما يكونش محتاج كارديو اكتر، ممكن يكون محتاج احمال، ممكن تكون عضلات جسمه ضعيفه فبيحس بارهاق اسرع، فيحتاج تقويه للعضلات. لكن مش شرط يكون تعبان او مريض ولا اي حاجه يعني. طب كابتن حسني، يعني انت حضرتك بتقول في عندنا السمنه المفرطه، يعني في ستات عندها سمنه مفرطه، في اطفال عندهم سمنه مفرطه، في ناس يعني بتقوم في نص الليل وتاكل يعني كمان، يعني بتكون في. طيب العلاج بتاع ده بقى اللي هل الرياضه، يعني انا لو قمت من النوم مثلا اقوم العب رياضه مثلا في نص الليل، اقوم العب رياضه ورايح الثلاجه اشرب كوبايه ميه، مش بحطش ميه جنبيه، العب رياضه ولا اقول لا كده ستوب؟ بص هقول لحضرتك على حاجه، هي السمنه المفرطه اللي احنا في اللي منتشره دلوقتي هي سبب اللايف ستايل بتاعنا كلنا. الناس، في ناس كتير ما بتفطرش، تصحى من النوم ينزل بعد كده يروح شغله، ياكل براحته متاخر فبياكل كميه اكل اكبر لانه قعد فتره من غير اكل، يقعد عدد ساعات كبيره في الشغل من غير اكل، يرجع البيت جعان جدا، ياكل الساعه 8 9 طبيعي ما فيش حرق في الجسم، فالاكل كله دوت بيتخزن وبيتحول لدهون. فاول حاجه لازم اركز فيها للناس كلها وجبه الفطار. اول ما تصحى من النوم لازم تفطر. وجبه الفطار دي بدايه كل حاجه، بدايه جسم كويس، بدايه مخ شغال كويس. من غير وجبه فطار مفيش. مكونات في وجبه الفطار تكون ايه؟ بص كل الوجبات لازم يكون فيها بروتين علشان احس دايما بالشبع، على مع اختلاف نوع البروتين في التايم اللي انا باكل فيه. وجبة الفطار لازم يكون فيها بروتين، لازم يكون فيها كربوهيدرات، لازم يكون فيها نسبة سكر حتى لو قليلة
علشان المخ بيتغذى على السكر، حتى لو معلقه مربى، لو معلقه عسل، لو اي كان ان انا مثلا اعمل دايت من الصبح، لا انا عايز اصحى الصبح افطر، بدل ما انا احرم نفسي الصبح واجوع بالليل اكل بالليل بوظت كل حاجه. مفيش مانع ان انا افطر الصبح كويس، اكل جبنه قريش، اكل اكل بيضه مسلوقه، اكل شويه مربى، شويه عسل، مفيش مانع، اكل رغيف بلدي، بس ابعد طبعا عن المعجنات من الافران، الفينو والفطير والكلام ده كله. اخلي اكلي طبيعي جدا زي ما كلنا بناكل، مش لازم اعمل رجيم عشان اخس، مش لازم اعمل دايت، لا اعيش طبيعي، بس اعيش طبيعي بالاكل الطبيعي، ابعد عن الحاجات المقليه. لو انا بعدت عن الغلط وكلت الصح انا جسمي اتحسن. لو ركزت ان انا اعيش صح بس جسمي اتحسن، مش لازم امشي بنظام وامنع ده واكل ده، لا اعيش طبيعي. اصحى الصبح افطر، وجبه الغداء قبل غروب الشمس، لازم الساعه 4 5 ماكسيمم تكون واكل. في ناس بتتغدى الساعه 8 والساعه 9 يقول لك انا وزني زايد، لازم وزنك يكون زايد. انت بتتغدى قبل ما تنام، هتحرق امتى؟ وبتقعد فتره كبيره ما بتاكلش، فجسم مش شغال اصلا. طيب خلينا ناخد احمد اتصال. اتفضل يا استاذ احمد. مساء الخير. مساء النور يا فندم. كنت عايز اسال سؤال لكابتن حسني بعد اذن حضرتك. اتفضل كابتن حسني. مساء الخير. مساء النور. ده صوت كابتن احمد نجيب. ازيك يا كابتن حسني؟ ازيك كابتن احمد؟ ازاي حضرتك؟ ازيك كابتن احمد؟ انا كان ليا استفسار كده بعد اذنك بخصوص زياد. اتفضل. انا زياد بيتمرن تمرين التجديف بتاعته بتبقى الفجر، بس بالنسبه له الفترات بتاعه الراحه بتاعته ما بتبقاش كافيه، فهل في تغذيه بالنسبه له نعوض له بيها الريكفري بتاع جسمه، ولا لازم ياخد الراحات السلبيه بتاعته؟ تمام. بس فكنت عايز اسال حضرتك في الجزئيه دي. تمام. بس انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال. حضرتك بتقول الفجر، هو كان بيقوم بالفجر بيلعب تجديف يعني بيلعب بص حضرتك، هو بيلعب تجديف، فتمرينته بتبدا الفجر الساعه 5:30 الفجر. بتمرينه تقريبا بتقعد 3 ساعات. بيطلع بعديها على المدرسه، وبعدين بعد المدرسه بيبقى عنده درس، بيبقى عنده مذاكره، وبعدين بيبقى في حاجات تانية بتتعمل في البيت. فمفيش عايزين حاجه كابتن حسني يقول لنا عليها ينفع ان يدي له ايه من التغذيه تعمل له ريكفري سريع، يقدر يبقى في تمرينه بتاع تاني يوم يؤديه بشكل افضل، او يبقى على نفس المستوى اللي كان بيأدي بيه اليوم اللي قبله. ماشي يا فندم. كابتن حسني اتفضل. هو بالنسبه طبعا في السن بتاع زياد الريكفري عنده بيبقى اسرع من سننا، بس طبعا هو المجهود اللي هو بيعمله ده مجهود كبير، فممكن يحصل له هدم في العضلات انه ما بيلحقش يعمل ريكفري، فلازم يدخل جلوتامين جسمه، ودوت لازم يستخدمه من بره. فالافضل ان هو لازم يدور على وقت الرحاب بتاعته الطبيعيه، علشان جسمه يبتدي يبني، لسه شاب في بدايه حياته، فلو قعد بالمجهود ده جسمه العضلات عنده مش هتزيد، العضلات عنده هتقل، هيحصل هدم للعضلات، مش هيحصل بنى، ممكن يحصل له اصابه. فلازم فترة الراحة بتاعته لازم تكون موجودة، هو الريكفري بتاعه فترة الراحة، حتى لو دخلنا له العناصر الغذائية. طبعا لازم ياكل موز كتير عشان البوتاسيوم، لازم يدخل جلوتامين. الجلوتامين هو العنصر الوحيد اللي يقدر يعمله ريكفري في أسرع وقت، يعني يقدر يعمله ريكفري، بس برضو مش هنستغنى عن وقت الراحة، لأنه هو بيخلص تمرين بيطلع على المدرسة، بيخلص مدرسة بيروح الدرس، لازم في الآخر على الأقل ينام 8 ساعات. النوم، الاكل، حتى لو هو دخل اكل ودخل عناصر غذائيه من غير فتره الراحه اللي الجسم محتاجها، الجسم ده ربنا خلقه ليه طبيعه، انا ما ينفعش اكسر الطبيعه بتاعه الجسم ديت، ما ينفعش اكسر الطبيعه. هو بيتمرن تجديف في الاجازه، دلوقتي دخلت الدراسه بقى ملتزم بمواعيد، فممكن يقلل مواعيد التمرين بتاعه التجديف، ويخلي فيه ايام فيها راحه سلبيه كامله، بحيث ان جسمه يقدر يعمل ريكفري ويرجع لحالته افضل. وطبعا لازم يعلي نسبه البروتين جدا الفتره دي، والبروتين يدخل جميع انواع البروتين، سواء اللحوم الحمراء او اللحوم البيضاء والبروتين النباتي، لازم يدخلهم بنسب كبيره في الفتره دي. طيب كابتن حسني، يمكن حضرتك لما اتكلمنا على الست، ويمكن احنا جات التليفونات، فما في الست تعمل الرياضه في البيت ازاي؟ يعني في ناس من الستات، عشان ما نفوتش ده لان كاتبها عندي، ان الستات تعمل الرياضه ازاي في البيت. بص الستات، في ستات بتزهق لما تيجي تعمل رياضه. ابسط حاجه ممكن تشغل مزيكا وترقص، دي رياضه. هتحسب حرقه كام سعر حراري في التوقيت دوت. لو رقصت نص ساعه قدام المزيكا لوحدها هي واولادها مثلا، شغل مزيكا ترقص، لو هي مش عارفه تعمل اي حاجه، كل ستات بتعرف ترقص.
ترقص نص ساعه قدام تشغل المزيكا وترقص. مش عايزه ممكن تشغل فيديو قدامها وتبتدي تقلد الحركات بتاعته، بس تتاكد تطمن الاول ان يكون صحيه البدن، ما عندهاش مشاكل في ظهرها، ما عندهاش مشاكل في ركبتها، ما عندهاش خشونه، ما عندهاش مشاكل في الفقرات. كل الكلام دوت تقدر تشتغل اي تمارين قدامها عادي، ممكن تشتغل بوزن جسمها، تعمل بطن، تعمل بلانك، تعمل سكوات، تبتدي تتعلم التمرين، بس لازم تكون شايفاها قدام عينيها، تشغل فيديو كويس، تتفرج على تمارين بسيطه وتبتدي تشتغل ستيب باي ستيب. تقدر تعمل، بس اهم حاجه تحدد تايم معين تعمل فيه وتثبت التايم ده كل يوم. طيب خلينا ناخد هشام. اتفضل يا هشام. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كابتن حسني مشرفنا، احنا بنحبه. كابتن حسني ده يعني عالم عندنا في المدينه بتاعتنا. بنتعلم منه دايما الاخلاق العاليه، وبنتعلم منه ازاي نحافظ على صحتنا. يعني احنا بنتشرف بيه وفرحانين ان احنا شايفينه مع حضرتك. كتر خيرك. قول لي هشام، انت بتلعب تمارين رياضيه؟ بنلعب تمارين رياضيه طبعا. كم ساعه في اليوم يعني؟ بتاخد ساعه ولا ساعتين ولا ثلاثه ولا نص؟ لا هي نص ساعه، لان احنا شغلنا ما بيسمحش باكثر من كده. طيب شكرا يا اخ هشام. شكرا استاذ هشام. في طيب يعني الست يعني طب الست طب نيجي لاصحاب الامراض بقى. يعني مريض القلب هو يمكن مريض السكر لازم يلعب ايه؟ رياضه. بالظبط، لان دي مهمه جدا، لان هو بيحرق. ممكن إيه؟ تدريجيا يستغنى عن 50% من الجرعه اللي بياخدها من الانسولين. ممكن بعد فتره يستغنى عن العلاج اصلا. لان ممكن يتعامل مع السكر بالذات ان هو عرض مش مرض، نصاحبه. لو صاحبنا السكر هو صديق غلس شويه. لا هو بيقال على السكر ضيف رزق. استقبلته كويس هيستقبلك. وكده هيبهدلك. ماشي معاك بس ماشي واحده واحده. وابتدي انتوا الاثنين ايه؟ امشي على مزاجه شويه وهو يمشي على مزاجك شويه. بس انت لو عملت رياضه طبعا بتحرق سعرات حراريه كتير. لان مريض السكر جسمه ما بيقدرش يحول الكربوهيدرات الزياده، بيتحول كله لسكر. السكر الزياده ما بيتحولش لطاقه، بيعلي عنده السكر. لكن هو بيعمل مجهود طبعا مش هيبقى عنده مشاكل في الموضوع دوت. هتلاقي السعرات الحراريه بيحرقها اكتر، هتلاقي جسمه تدريجيا ما بيحتاجش لجرعات الانسولين. طيب والقلب؟ مريض القلب بيعمل طبعا لازم يكون المتابعه، الرياضه اللي يكون بيعملها تكون بحرص. لان طبعا الهارت ريت بتاعه لو عالي طبعا هيبقى فيه مشكله. لازم طبعا يبقى تحت اشراف مدرب دايما يكون متابعه. لو بيتمرن ساعه نص ساعه المدرب ما يسيبوش، ودايما يكون بيحسب له نبضات القلب. يعني حضرتك مثلا عمرك 20 سنه صح؟ بنحسب ضربات القلب بتاعتك، بنقول ان انت مثلا 220 ناقص 20، يبقى انت المفروض الماكسيمم هارت ريت بتاعك 200 نبضه في الدقيقه. طيب انا بس عاوز معايا وليد. وليد اتفضل يا وليد. الو. اتفضل يا وليد. ممكن اكلمك يا دكتور؟ اتفضل. ممكن لمرضى الروماتويد والكده يعملوا ايه عشان الكورونا وكده، الامراض المناعيه وكده يعني؟ تمام ماشي تمام. حاضر يا وليد. اكمل مع حضرتك؟ اتفضل. لا نرد القلب ولا ارد على وليد؟ لا ارد على وليد. أرد. بص حضرتك، بالنسبه لحركة ابسط حاجه ممكن تعملها ان انت ممكن تتمشى وتظبط اكلك. دي هتبقى بدايه كويسه، وتاخد الموضوع تدريجي. لانك انت لو ابتديت في الرياضه بقوه هتعمل لك مشاكل، خصوصا بالامراض الروماتويد بيبقى فيها بعض المشاكل، فمحتاج سنس الاول. فيفضل ان انت تتابع مع مدرب في اول فتره، وبعد كده بحيث ان هو يقدر يحدد المشكله عندك من الدرجه الاولى، من الدرجه الثانيه، وصلت لحد فين، بناء يحدد الليفل بتاع التمرين بتاعك تبتدي منين وتنتهي فين. فده بيبقى مهم جدا يعني. طيب نكمل بقى بتاع القلب. مريض القلب لازم خلال فتره التدريب يكون في متابعه مباشره من المدرب، ما ينفعش يسيبه ولو دقيقه. لازم دايما يكون بيقيس نبضات القلب بتاعته. لازم يشتغل الماكسيمم هارت ريت بتاعه مثلا سي 200 نبضه. لو هو عنده 40 سنه او عنده 50 سنه 220 ناقص 50 170 نبضه في الدقيقه. بشتغل على من 60 ل 70% من النبضات ديت، بحيث ان انا لو عايز اعمل مثلا حرق للدهون فبركز دايما اشوف الهارت ريت بتاعه قد ايه، النبضات بتاعته كام نبضه في الدقيقه خلال التمرين. بتعلى امتى؟ بتنزل امتى؟ هل بعد فتره من التمرين معدلات القلب دي بقت اقوى؟ ضخ الدم بقى اقوى، كل ما ضخ الدم بيبقى اقوى عدد النبضات بتقل. فبقدر اتابعه هل التمرين والرياضه اللي بيعملها اثر معاه بالايجاب
وابتدي اتابعه تدريجي. اصلا التمرين الكارديو ده كارديو يعني قلب، يعني جزء نص 50% من التمرين هو ليه علاقه بعضله القلب. بشتغل معاه بمرنه عادي جدا بس بالراحه، وابتدي اعمل له التقويات، وافضل دايما مركز على نبضات قلبه خلال فتره التمرين. كبار السن وهو اللي هم متعرضين للكورونا، يعني كبار السن واصحاب الامراض المزمنه، طب يعني الرياضه بقى بتاعتهم بقى هي قسموها على فترات ولا يعني في ناس بتلعب الرياضه الصبح وتلعب رياضه بالليل او توقيت؟ يعني انا بشوف ناس الساعه 4 الصبح يعني بعد صلاه الفجر يقوموا ايه جاريين وكده والكلام ده. بص هو بالنسبه للسن الكبير مفيش حاجه اسمها سن كبير وسنه صغير، ممكن تلاقي واحد سنه صغير صحته وحشه وتلاقي واحد سنه كبير صحته كويسه جدا، لانه هو مهتم هو مهتم بنفسه، فالسن هو مجرد رقم. طيب عشان نكمل بس معانا الاخ عبد العزيز، اتفضل يا اخ عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ طارق؟ اهلا بحضرتك يا فندم. انا بس عاوز اشكر واكلم الكابتن حسني. اتفضل. ده اخويا الكبير يعني. اتفضل. ده كابتن حسني ده نتعلم منه يعني، راجل محترم. ربنا يخليك يا باشمهندس. كابتن حسني انا بتصل بيه عشان اشكرك بس على اللي انت عملت، مجهود اللي انت عملته معايا. انا كنت جاي حضرتك انت عارف، انا كنت جاي عشان السكر عندي، كان عندي مشكله في السكر. طبعا حضرتك مع التمارين واللي عملناه مع بعض احنا وصلنا دلوقتي اللي احنا نزلنا بالسكر ل 50% من الجرعه كمان. بتاخد انسولين؟ انسولين. وكمان يعني نزلت وزني من حوالي من 107 ل 98 كيلو دلوقتي، ف شهر ونص. فانا حبيت اشكره يعني في البرنامج. شكرا على المجهود اللي عمله معايا يعني. شكرا وربنا يشفيك ان شاء الله ويشفي كل مريض. يعني ده شيء جميل. يبقى ناخد اغنيه شادي، انا عندي مشكله اروح لمين؟ لمين؟ اروح لكابتن. طيب قلنا كبار السن، يعني هو يمكن رئيس تحرير الاستاذ تامر عبد المجيد بيقول لي يبقى كده ان الرياضه بتعالج كل شيء، يعني اصبحت هي يعني سهله، بدل ما اروح لاغذخانه اقول له عاوز ايه انا تعبان العب رياضه. بص كل الاطباء في جميع انحاء العالم قالوا الرياضه نمره واحد. الرياضه زي ما قلت لحضرتك في اول الحلقه يجي بعديها اي حاجه ثانيه. اللي بيلعب رياضه ده عايش في حته، واللي ما بيلعبش رياضه ده عايش في حته ثانيه. فالرياضه هي البدايه، البدايه لكل حاجه حلوه. فالنهارده اللي بيلعب رياضه معرض ان هو يكون عنده يعيا زيه زي اي حد، بس مناعته بتبقى اقوى ان هو يحارب المرض. النهارده اللي بيلعب رياضه وزنه مش هيزيد فمش هيشتكي من ظهره، هيحرق سعرات حراريه فمش هيجي له سكر. شكل جسمه حلو فنفسيته بتبقى احسن، واثق من نفسه اكتر، هيعرف يلبس البنطلون. هيعرف يلبس كل حاجه. فهي بدايه لكل حاجه. النهارده ابتدي، محدش يقول ياه انا بقى عندي 50 سنه، انا بقى عندي 60 سنه، انا بقى عندي 70 سنه. والله لو عندك 80 سنه تبتدي، ولو 100 سنه كمان ابتدي، تقدر تبتدي. بس قول انا هبتدي وابتدي، ما تفكرش امتى هبتدي، ابتدي. فالرياضه لازم هي نمره واحد في كل حاجه. الدوره الدمويه بتشتغل، كل حاجه في الجسم بتشتغل. الرياضه هي علاج لجميع الامراض، مش للكورونا بس او ان هي بتقاوم الكورونا. الكورونا احنا بنتعامل معاها ان هي دلوقتي مش يعني هو وباء وهو مرض، مش عايزين ننكر ده، بس لازم نتعايش. لازم ننزل شغلنا بس مع ان احنا نلتزم بالبروتوكول الصحي. نلتزم بالبروتوكول، ننزل نلعب رياضه، بس مش لازم العب رياضه في وقت زحمه. مش لازم اخش الجيم فيه 50 واحد. مش لازم اتعامل مع الناس كلها واخش ابصهم واحضنهم وانا بتمرن. اخش اتمرن في مكان فاضي، يفضل مكان مفتوح، اعمل حسابي، اعمل احتياطاتي، اخد وقتي، اخد تمرينتي، اخلص. النهارده لما بيخش لي الفيروس ده بيخش منين؟ بيخش من مناخيري، من بقي، بيخش على الرئه. انا لو صحتي قويه مش هيقعد في جسمي، هيموت. لو طيب. صحتي ضعيفه هيتمكن مني. معايا عبد الهادي من الفيوم، اتفضل استاذ عبد الهادي. شكرا يا فندم وبشكر حضرتك على البرنامج الجميل. شكرا. وانا كنت مشيت، واشكر الكابتن برضه اللي منور الدنيا. ربنا يخليك. انا كنت مشيت، ربنا يبارك فيك، مشيت فتره كده في دايت، وكنت بمشي رياضه مثلا نص ساعه مشي كل يوم. فالامور كانت كويسه معايا، بس كان حصل عندي خسسان في العضل فتره معينه كده. طبعا الدكتور اللي انا ماشي معاه ما قاليش السبب ايه، وتقريبا كان خطا عندي ان انا كنت ناقص في البروتين. انا كنت فاهم البروتين غلط، يعني المفروض اخد 100 جرام ولا 80 جرام، ان هو 80 جرام يعني وزن اللحمه 80 جرام، فكان خطا دي.
المهم انا حصل بعد كده عندي طقطقه في العظم، رحت للدكتور جهاز عظم وجهاز هضم وكده، وعالجت الموضوع نقص المراتيب، بس طقطقه المفاصل دي مش قادر عليها. رحت للدكتور عظام قال لي حال البوتاسيوم والكالسيوم طلعت مظبوطه، بس لسه تاني يمكن الكابتن يفيدنا في موضوع طقطقه المفاصل دي. ماشي يا فندم، اتفضل. هو طبعا انا يعني مع احترامي لجميع دكاتره التغذيه والجميع والطب كله بصفه عامه، بس انا ما بحبش اعمل دايت وما بحبش اعمل ريجيم. احنا بنعمل هيلثي فود ونخس على مهلنا، لكن ما اجيش امنع مثلا امنع عناصر غذائيه من الجسم واقول ان انا بعمل ريجيم عشان اخس. هخس بس هعيا، هخس بس هرجع اتخن تاني. لا، انا امشي صح واخس على مهلي، مش لازم اخس رقم كبير في شهر او اخس وزني واللي بينزل من وزني عضلات عشان ما بدخلش نسبه بروتين مناسبه لجسمي. فطبعا لازم ان انا وانا بخس ادخل جميع العناصر الغذائيه اللي جسمي محتاجها. لازم وانا بخس اكل صح، لازم وانا بخس ادخل كربوهيدرات، ادخل بروتين، ادخل الياف، ادخل فيتامينز، لازم ادخل كل حاجه جسمي وانا بخس. مش بخس اقطع كربوهيدرات وارجع بعد ما اخس ادخله تاني جسمي يتفاجئ ارجع ازيد اكتر من الاول. بالنسبه لطقطقه المفاصل طبعا في اكيد في عناصر غذائيه هو كتير ما اخدهاش، حصل عنده مشاكل. هو وارد يكون عنده نقص في الماده الجيلاتينيه اللي بين الغضاريف، فابتدى يحصل عنده الحكه ديت اللي هو بيحس بيها وبيحس الم في مفاصله. فطبعا انا مش عايز اخش في الاطار الطبي دوت، اسيبه للمختصين والدكاتره، بس هو في الارجح يكون نقص في الماده الجيلاتينيه دوت ويرجع برده للطبيب وليها برضو طبعا الادويه التالته. طيب عشان احنا كده بنشطب كده، وقتنا قرب ينتهي. بعيدا عن في عرفنا مين هو حسني حشيش. هو حسني حشيش مدرب، مدرب اشتغلت فتره في انديه مختلفه، وصاحب اكاديميه فيتنس هاوس، واخصائي تغذيه، وقاعد معاك النهارده. يا ترى العيله بقى، يعني انا عارف انت عندك ثلاث بنات مش كده ولا؟ عندي بنتين. عندك بنتين، يا ترى بتديهم وقتهم؟ هتعلمهم في الرياضه ليك واخواتك وبابا وماما والحاجات دي؟ هل يعني بيعملوا الرياضه ولا انت بقى بتطبق بس الرياضه في الاكاديميه؟ لا طبعا، اخويا كابتن احمد نجيب مدرب ورياضي وهو اللي علمني الرياضه. اخويا الباشمهندس حلمي رياضي، ولادي بيلعبوا رياضه، ولادهم كلهم بيلعبوا رياضه. يعني كلنا الرياضه دي اساس، يعني اساس عندنا. والدي الله يرحمه كان بيحاسبنا على التمرين اكتر من الدراسه. يعني لو ما رحتش التمرين يحاسبك، لو اتمرنت وحش يحاسبك. فطبعا الرياضه هي في بيتنا كل في البيت كله، يعني هي اساسي. حتى اولادي صغيرين في السن بنصحى الصبح نتحرك سوا، نهزر، نرقص، نعمل مجهود مع بعض، وبينزلوا يتمرنوا معايا في الاكاديميه، وزوجتي برضو بتنزل تتمرن. فالرياضة دي يعني مش كلام. طيب توجه للحاجة الرسالة تقول لها ايه؟ ربنا يخليك لينا طبعا ويديك الصحة وطولة العمر ويشفيك يا رب. ولزوجتك تقول لها ايه؟ ربنا يخليك لينا وتعمل لنا اكل كويس على طول. ان شاء الله. ونقول تقول لاخواتك بقى، يعني طبعا سواء البنات او الاولاد، ربنا يخليهم كلهم جميعا طبعا. هم اتشرف بيهم طبعا في اي حتة، انا الصغير فيهم. وليا اختي اصغر مني، احنا ثلاث صبيان وبنت، كلهم طبعا واجهه مشرفه يعني لاي حد، وانا مبسوط ان هم اخواتي يعني. الحمد لله. معانا اخر اتصال، ياسمين اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. دي اختي الصغيره. انا اختي كابتن حسني الصغيره، وحبيت ان انا اشارك معاه بالمكالمه. هو منور الشاشه ودايما منور الدنيا كلها يا رب، وبالتوفيق ان شاء الله. وهو بصراحة فعلا حريص معانا جدا على الرياضة، وحتى مع ولادي دايما يقول لي شجعيهم على الرياضة، يلعبوا باستمرار، ركزي على أكلهم الصحي. فهو بصراحة يعني ربنا يحميه، تابعنا كلنا إن شاء الله. وطبعا مرسي في، وتحياتنا للجميع إن شاء الله. منور يا كابتن حسني. شكرا شكرا، أنت اللي منورة دايما. كابتن حسني، يعني في النهاية، يعني في نهاية الحلقة، خليني أسأل السؤال التقليدي اللي أنا بسأله، يعني هل نستطيع بالرياضة نهزم أي مرض ونبني حياتنا الصحية من جديد؟ طبعا نقدر نهزم أي مرض، ونقدر نهزم أي سلبيات في حياتنا. نقدر ننجح بيها، نقدر ننجح في شغلنا. النهاردة في ناس بتتمرن وتطلع على الشغل بيبتدي يومه صح. ده بيبتدي يومه صح، بيبتدي يعرف يشتغل كويس، مزاجه بيبقى حلو، بيتعامل مع الناس كويس. الرياضة هي النجاح.
الرياضه هي بدايه النجاح، بدايه النجاح لاي حاجه، لصحتك، لشغلك، لبيتك، لحياتك. فهي الرياضه حياه، الرياضه حياه. ماشي. شكرا كابتن حسني على تشرفك لينا هنا. ان شاء الله يكون لنا في لقاءات تانية اخرى باذن الله قريبا باذن الله. وبشكرك وبشكر كل يعني مشاهدينا الاعزاء، بشكركم جميعا. لكن قبل ما اختم البرنامج حابب ان انا اشكر الاستاذ تامر عبد المجيد رئيس تحرير البرنامج، المخرج محمد عبد المجيد، التصوير محمد عزب، الصوت علي حسن، ديكور علي حسين، الفي تي ار محمد عبد السلام، ديكور اسامه، البلاي اوت والمحسن علام، واضاءه عبد الله بيبو. وطبعا بشكركم جميعا جدا. ايضا بتقدم بالشكر للاستاذ عبد الحميد توفيق والاستاذ ولي طبعا عاطف عبد الرشيد وكل طبعا الناس المهتمين بقناه الصحه والجمال. وطبعا بشكركم ان شاء الله، وباذن الله هنلتقي قريبا ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم صحبه وانا معهم. حتى ذلك الحين لكم مني ارق المنى، هو طارق عبد الجابر يقول لكم في امان الله، البسوا الكمامة أرجوكم. أنا هلبس أهو الكمامة لأن الكمامة دي مهمة، وكمان هيبقى فيه تباعد اجتماعي. بنقول لكم حافظوا على صحتكم، حافظوا على صحتكم، ولما نحافظ على صحتنا هنستطيع نلعب رياضة وهنقضي على الكورونا وأي مرض تاني. أصبحوا على خير، وأصبحوا على حب، وإلى اللقاء.